السلام عليكم، معكم باج ريكترو. السلام، كيف العادة دائما. شنو السي أنس؟ أحسن أحسن شعمان في المغرب. المهم الإخوان، الناس اللي كانوا موصلين على الهود كام في الآيفون، يعني السيري ديال الأونز، الأونز برو، الدوز برو، والأونز برو ماكس. طبيعة الحال كاين عندنا الإخوان هواتف شبه جديدة، يعني مستعملة شبه جديدة. الكارونتي الإخوان ما نهضروش عليه، النقا ما نهضروش عليه، تليفونات كلهم أوفيسيال، خدم لاكارت سير عندك شهر ديال لاكارونتي. صعيب تلقى هادشي كامل بأحسن ثمن في المغرب. تابقينا سي أنس، أديما المستحيل فين دابا كاين؟ دابا إخوان، يعني هادشي كامل اللي قلنا، النقا والكارونتي والأوفيسيال، تليفونات عمرهم محلولين، النقا ديال النقا، وأحسن ثمن في المغرب. سالينا ياك سي أنس، سير الله خير. بداو بسم الله. هنايا قرب قرب عندي خويا، هذا ايفون 11 الميكا ديالو. عندنا جوج بياسات في الأحمر، هادو 64، ياك. عندنا بياسة في الكحل 64 جيجا، ثلاثة بياسات. هادو وحدة فيها 87، وحدة فيها 88. الايفون 11 اوفيسيال، شوف النقا ديال النقا. نحلو شي ميه، شوف لي التليفون كيداير صديقي. شوف شوف معايا هنا، شوف خبشة مكيناش، مطنطن سير. واسمع الثمن دابا، راه مكيناش 5400، 5300، 5200، 5000 درهم. ويلي 5000 درهم. زيد شي حاجة، زيد شي حاجة. اجي علاش نعريو الاخر شي اجي قرب علي سي البرد هذا اخي. شوف معايا النقا، شوف معايا النقا كيدير خبشة مكيناش. جوج 5000 درهم، وحدة 88 ووحدة 87، ياك. جي الاول وعزل مع راسك، وحدة حمراء وحدة كحلة. عندنا وحدة في 91 فليطة، نقية هي بحال الجديد، هاي بحال الجديد. هادي فيها 91 فليطة، كلشي اوريجينال الاخوان. راه كيما ذكرت ما كاينش شي حاجة مبدلة في التليفون، كلشي اوريجينال. نضا نضا، ملي كنقول لك نضا راه نضا كارونتي. هادي ب 5100 درهم، هادي 91 فليطة، 5100 درهم، راه احسن ثمن في السوق. هذا بالنسبه للايفون 11. كاينه عندنا 128، الناس اللي غيوصيو واللي غيبغيو 128، ها هي 128 وفيها 91 فليطه ديال الباتري، كلشي اوريجينال، النقا ديال النقا. ها هي 128 جيجا، 5600 درهم. هذا الثمن ديال 64 سي انس، فهاد الليطه وفهاد النقا. ما يخلي الثمن ديال 64 في السوق، 5600 درهم. كاينه عندنا بياسه، هادي الايفون 11 64، بواطه كبيره. هادي خاصها غير السلوفان، يعني الا درتي لها السلوفان جديده. شوف معايا هنا، شوف معايا هنا. اول شيء لي زاكسيسوار ديالو ما مستعملينش، ها لي زيات، ها الكابلي، ها الشارجور، هادو ما مستعملينش. كيف اللي باقي جديد اخي؟ لا ما مستعملينش. اه والثمن غتصدم. الميكا ديالها باقا فيها، شحال فيها فليطه؟ 100%. هادي بحال غتشريها جديدة، هاي بحال غتشريها جديدة. شوف لي الكونيكتور كي شا ماشي، بحال غتشريها جديدة. هاي الايفون 11 64 بلي زاكسيسوار ديالها. لي طال الاخوان قلنا 100%، شحال نديرو لها؟ عرفتي شحال دايره الاخوان جديدة؟ هادي بواطة كبيرة، شحال دايره في السوق؟ جديدة مطرقة، هاي كاينة عندنا. وريها لهم الاخوان، وريها لهم. هاهي كنبيعوها الاخوان ب 6700 درهم مطرقة، 6700 وثمن مزيان. هادي اسمع معايا مزيان، ناقص 1000 درهم، 5700 درهم، خاصها السلوفان، كلشي ليها، كلشي اوريجينال. هادي الهوته، 5700 درهم. هادي الهوته اخي، الهوته صديقي. سير الله، سالينا من هادو ياك. دوز ندوزو ل 11 برو. سير ال 11 برو، عندنا جوج شبه جداد في الجولد، هما 256 جيجا. هادو ثلاثة العوينات ياك، لون ملكي اللي باغي يتبرع. المهم الاخوان، هادو كلشي اوريجينال، هادشي ما نهضروش عليه. لي طم 100%، التليفون بحال الجديد. هنايا هاي 256، ماشي 256 بجوج ياك. شوفوا لي طا ديال الباتري، لي طا ديال الباتري 100%. موريكيناش اللون اخي مولاي. هانا هانا 100% في لي طا، شحال داير هذا في السوق؟ 100% فليطه، شحال داير السي ان؟ نقول جديد اخي، حيد الكرتون. 256
هذا غتاخذو 100% 250 في السوق، تاخذو ب 7500 7300 7200 شحال غنديرو ليه السي ان؟ شحال السي مولاي؟ 6900. عاود عاود 256 و 100% في ليطا. اخوان اللي ما بغاش يقضي الغرض، شي اللي ما داش ايفون في هذا الفيديو ما كاينلاش. شحال السي ان؟ 6900. بحال غتاخذ ال 11 غتاخذ ال 11 برو زيد اخي 100%. زيد اخي بياسه ها هي 256 بالميكا ديالها. بحالهم اللون بدل، هادي ليطا ديالها هاي 256 شاي. هادي في ليطا شحال عندها في ليطا ديال الباتري؟ ليطا ديال الباتري شحال شحال 87. شحال غنديرو ليها؟ شحال اخي مولاي؟ ال 11 برو ما تنساش، جديده بحال الجديده، راه خبشه ما كايناش. 6600 درهم. شحال؟ 6600. ال 11 برو 256 جيجا ب 6600. يا راه الناس اللي باغيين الدقديق هذا مشى، هذا مشى راه الاخر، اه راه الاخر. هاي ال 11 برو ماكس بياسه 256 هانا 91 في ليطا مطنطنا كلشي اوريجينال. ها هي شا 7600 درهم. عاود 7600 درهم اللي جا الاول الله يسخرني عاد 7600 زيد اخاي. وعندنا بياسه في الدوز برو 100% في ليطا. اش كدير انت الحليب اخاي؟ جديد 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 بحال جديد. هادي 100% في ليطا سي ان، كلشي اوريجينال. هاي الباتري 128 ايا 100% باقا في لاكارونتي الاخوان. هادي مستعملاش بزاف والو. عندنا ستوكاج 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 128. هادي الاخوان في جديد دايره 10200 ياك، 10200 10000 درهم. هادي جديده شحال نحسبو لهادي؟ ليطا 100% قلنا الاخوان. ايه شحال نحسبو لها؟ شحال اخي؟ 8800 درهم. عاود 12 برو. عاود 8800 درهم. اخوان اللي جا الاول، الناس اللي موصيني على الهوت كام تنقيو السلعه، راه كيما قلت لكم الاخوان صعيب تجيب سلعه نقيه بحال هادي وبلا كارونتي ديالها باحسن ثمن في المغرب. تنقولها ونعاود نكرر، احسن ثمن في المغرب. اللي عجباتو شي بياسه الاخوان يجي لها، ما يخليش يدوز 3 ايام 4 ايام يقول لي اخويا ديك البياسه. اللي عجباتو شي حاجه يجي لها في اقرب وقت. وهذا ما كاين، تبارك الله عليكم.